السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بمتابعي مؤسسة النظام الطاقي، معكم سواح. حلقة جديدة من حلقات مؤسسة النظام الطاقي على اليوتيوب، خاصة بجلسة تحصين. جلسة قوية جدا 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 بإذن الله، نتيجتها اللي عايزين نوصل لها إن هي تحصنك من كل سوء. هتكون هي زي الجدار اللي بيحميك من كل شيء سلبي، سحر، حسد، طاقة سلبية بتوصلك من حد، علاقة بتربطك بحد من الجاهلين زي ما كنا وضحنا في حلقة قبل كده، بيمدك بطاقات سلبية، بيحبطك، أي شيء سلبي ممكن إنه يمسك هي بتقضي عليه وبتحميك وبتحصنك. هنبدأ الجلسة. الجلسة دي ما هتكون مفيدة ليك، ليس لها أي شرط، يعني لا شرط في الفئة العمرية، أي حد ممكن يسمعها مهما كانت حالتك، فقط إنك تاخد القرار وتستعد إنك تحضر معنا جلسة من أقوى الجلسات اللي تطرحها المؤسسة على اليوتيوب. طبعا انت في الوضع او في الوقت اللي انت بتسمع فيه الجلسة، ممكن تكون بتسمع بالنهار، بتسمع بالليل، مفيش اي مشكلة، تقدر تنفذها في اي وقت، لكن طبعا مستحب ان هي تكون في وقت السحر زي جلسة الاستغفار اللي بننفذها واللي موجودة على قناة المؤسسة. الجلسة دي لازم تكون مستعد لها. لو انت بتسمعنا لاول مرة ممكن تسمع عادي جدا، هيكون لها فايدة، هيكون لها تأثير، لكن تاخد قرار انك تأهل نفسك انك تسمعها مرة اخرى وتنفذها مرة اخرى. ممكن تنفذها كل يوم، مفيش فيها اي مشكلة، بل بالعكس فائدتها تكون اكبر واكبر واكبر. لما تاخد القرار، خد القرار انك تسمعها في وقت الليل، ممكن قبل نومك. لازم تكون لابس لبس مريح، لازم تكون في وضع مريح مسترخي. احب اقول لكم قبل ما نبدأ الجلسة انه بسبب تحديثات اليوتيوب المستمرة لازم تكون مشترك في القناة عشان تضمن كل الامتيازات اللي بنقدمها للمشتركين، كمان تضمن انك تفعل لما تفعل خاصية الجرس، تضمن ان اي فيديو، اي حلقة، اي جلسة، اي فقرة بنزلها، اي شيء بيتم على قناة مؤسسة النظام الطاقي باليوتيوب يوصلك فور طرحه. ما تنساش كمان للي عايز يتواصل معانا عبر واتساب، الرقم ظهر امامك على الشاشة، تقدر تتواصل من خلال الاستشارات، تقدر تتواصل من خلاله في حالة رغبتك في الاشتراك في المؤسسة في احد الكورسات او اي من الخدمات. نقول بسم الله الرحمن الرحيم وتستعد معنا لاقوى جلسة تحصين ممكن تطرح، اقوى جلسة هتساعدك، اقوى جلسة هتدعمك، اقوى جلسة هتلاقي تأثيرها فورا فورا فورا. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وانت تسمعني خد نفس عميق جدا من بطنك وهتكتمه على قد ما تقدر، ثم تبدأ انك تخرج النفس بهدوء ببطء. اكتم النفس، ابتدي خرج النفس بهدوء وببطء. كمان مرة هتاخد النفس، ابدأ خرجه ببطء. استرخي اكتر وخد كمان مرة نفس، اكتب النفس على قد ما تقدر. وانت بتخرجه هتقول الله، وانت بتنطق يكون النفس بيخرج الله. هتغمض عينيك وتاخد نفس، نفس دلوقتي دخل كل جسمك، وانت بتخرج وقول الله الله. هتفضل مغمض عينيك لحد اخر الجلسة لما اقولك فتح عينيك. خد نفس تاني وتخيل ان النفس الاكسجين اللي بيدخل يدور في جسمك كله، ثم وهو خارج بياخد كل شيء سلبي معاه. خد نفس، بيدور في جسمك، خرجه ببطء شديد جدا. خد نفس تاني واسترخي اكتر، خرجوا ببطء.
تقدر تسترخي اكتر واكتر. مش مهم انك تكون مركز معايا، المهم تكون في حالة استرخاء عميقة جدا جدا. حتى لو انت ما كنتش مركز، حتى لو كنت عقلك بيفصل، حتى لو كان جسمك بيفصل وبيسترخي اكتر وبتشعر انك انت مش قادر تتحكم فيه، كل ده مطلوب جدا جدا. حتى لو حسيت انك انت محتاج انك تنام او النوم بيخطفك، سيبه يخطفك. عقلك الباطن حاضر، عقلك الباطن واعي، عقلك الباطن بيسجل وياخد اوامر. خد نفس تاني عميق، اكتمه على قد ما تقدر وابدأ اتركه يخرج بشويش. انت روحك من روح الله، ربنا خلق الكون جعله مسخر ليك، خاضع للنفس البشرية، جعل مفتاحه في عقلك الباطن اللي احنا دلوقتي بنتكلم معاه. خد نفس تاني عميق، اكتمه على قد ما تقدر، خرجه بشويش وانت بتقول الله كل واحد فينا بيكون محيط بجسمه هالة. ممكن ده كله احنا شرحناه في جلسات كتير وحلقات كتير. الهالة دي بيتسجل فيها كل نقطة من نقاطك، كل حالة من بتمر بيها في يوم من الأيام، بتسجل فيها كل رغبة، كل حلم، بتسجل فيها كل حسن عملتها وكل سيئة، كل حاجة في الهالة دي. قلنا حتى لما بتدعي وبيكون بتدعي بدعاء او ليك رغبة في شيء معين انك تحققه، هو بيتحقق بالفعل لان ربنا وعدك بإجابة دعائك فور انك تدعي. بتقف في الهالة بيكون في اشياء كتير عاملة نقط سودة في الهالة بتاعتك. اتكلمنا في اهم نقط سودة اللي هي الذنوب، وعملنا جلسة اللي هي جلسة الاستغفار العميق عشان ننظف الهالة دي، وبالتالي تضمن انك توصل لاي شيء انت محتاجه، لاي شيء بتحلم بيه، لأي شيء عندك رغبة فيه. وعملنا جلسات أخرى برضو للتحرر عشان تتحرر من العلاقات، تتحرر من الأفكار، تتحرر من الرغبات. كل الجلسات دي موجودة تقدر تستفيد بيها. الجلسة دي بنركز على نقطة تانية سودة موجودة في الهالة، هي النقط السلبية، نقط الشر، سحر بتعمل لك، أو حسد من حاسد بيتمنى زوال نعمة عندك. النقط السوداء دي في الجلسة دي احنا هنمحيها، وكمان هنعمل سور كبير يحصنك، يخليك ما تخافش، يخليك تفتح صدرك للدنيا، يخليك قوي، يخليك حاسس دايما بأمان، يخليك في حصن منيع، في حصن رب العالمين، يقويك يحميك، يبعد عنك كل شر، وتحقق هدفك، تمشي في طريقك وانت مطمئن. خد نفس تاني عميق، خرجه بشويش. دلوقتي وانت مغمض عينيك ومسترخي، تخيل الهالة المحيطة بيك واسمعني، خلي قلبك حاضر معايا، خلي عقلك حاضر، واستسلم واسترخي. حتى لو نمت انا معك واخاطب عقلك، وانت هتسجل ده في ذاكرتك. اللهم اني اسألك بالعرش والكرسي والنور الذي عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان تسخر لي قلب من احوجتني اليه، وان تكفيني شر من يقدر علي ولا اقدر عليه، بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وسره المكنون، بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبسرها المكنون. يا من بيده ملكوت كل شيء أنت عالم به وقادر عليه، تحصنت بالحصن الذي أسسه الله، سوره المحيط بك الآن لا إله إلا الله. تحصنت بالحصن الذي أسسه الله، سوره المحيط بك الآن، المحيط بهلتك، بيحميك من كل شر، هو لا إله إلا الله. بابه محمد رسول الله، مفتاحه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خد نفس عميق تاني،
احتمه على قد ما تقدر، خرجه بهدوء. خد نفس تاني واكتمه واسمع. من أراد ليسوء أبعده الله. خد نفس تاني واسمع. من أراد ليسوء أبعده الله. تخيل دلوقتي وانت بتسمع النقط السوداء الموجودة في الهالة اللي هي سحر حسد كل شيء سلبي بتطير أول ما بتسمع. خد نفس تاني عميق. من أراد ليسوء أبعده الله. نحن أقوياء، نحن أقوياء بالله متحصنين به. لازم تعرف، لازم تسجل في عقلك ان انت قوي جدا جدا. لازم تسجل في عقلك ان مهما كان تعبك، مهما كانت حالتك، في ناس كتير بتتمنى تبقى زيك. مهما كان وضعك، في ناس كتير ممكن تحسدك على وضعك ده لانها مش طايلاه. لازم تعرف انك لما بتحصن نفسك بحصن الله العظيم، انت الان في ثبات، انت الان في قوة، انت الان في عظمة، انت الان مفيش حاجة تقدر تأذيك، مفيش حاجة تقدر تقرب لك، مفيش حاجة تقدر تمنع عنك خير او تجيب لك شر. انت محصن، انت محصن. خد نفس عميق وركز على الهالة، اكتب النفس على قد ما تقدر. من اراد ليسوء اخذه الله ابعده الله، اخذه الله ابعده الله. تخيل النقط السوداء وهي بتطير من الهالة وطلع النفس بهدوء. خد نفس تاني عميق وركز على الهالة اكتر. خرج النفس بهدوء. اسمع بقلبك قبل عقلك. انا الاسد، سهمي نفد، منه المدد، لا ابالي من احد، بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد. خد نفس عميق، اكتب النفس على قد ما تقدر، خرج النفس بهدوء. ردد في قلبك بدون صوت. انا الاسد، استشعر القوة. انا الاسد، سهمي نفد، منه المدد، لا ابالي من احد، بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم العظيم النصير الكريم الوهاب. بسم الله ذو الفضل يا جميل الستر، اذا احاط البلاء من سدرة المنتهى، ان تكفيني شر من امر علي ونهى. اللهم إن جاءوني فردهم، اللهم إن جاءوني فردهم، اللهم إن جاءوني فردهم، وإن بغوا علي فهدهم، وإن بغوا علي فهدهم، وإن بغوا علي فهدهم. فإنك أنت الله، فإنك أنت الله، فإنك أنت الله ربي وربهم ورب الخلائق كلهم ورب الخلائق كلهم. خد نفس عميق، اكتب النفس على قد ما تقدر، وتخيل النفس بقوة لا إله إلا الله بيحيط بالهالة بتاعتك، بنقيها من كل سوء، من كل حسد، من كل شر، من كل سحر. خرج النفس بهدوء عشان يخرج محمل بكل السلبيات اللي كانت محوطاك. خد نفس أعمق بقوة لا إله إلا الله، يدمر كل مانع محيط بيك، يدمر كل شر محيط بيك، يدمر كل عين، يدمر كل سحر، يدمر كل حسد. خد نفس عميق، تخيل نفسه بيحيط بالهالة بتاعتك، بينظفها بقوة لا إله إلا الله.
خرج النفس وانت بتقول لا اله الا الله، يخرج معك كل شر. لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله العظيم، بسم الله الكريم، بسم الله القوي، بسم الله النصير، بسم الله ذو الفضل، يا هو يا هو يا هو، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. خد نفس عميق بقوة لا إله إلا الله، يطهر جسدك من كل شر، من كل خلية سلبية اتبنت في جسدك. خد نفس عميق، اكتم النفس على قد ما تقدر، خرج النفس بهدوء. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. خد نفس تاني بقوة لا إله إلا الله، تطهر هالتك من كل سوء. اكتم النفس على قد ما تقدر، خرج النفس بهدوء. اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم إني أسألك بالعرش والكرسي والنور الذي عليه سيدنا محمد أن تسخر لي قلب من أحوجتني إليه، وأن تكفيني شر من يقدر علي ولا أقدر عليه. يا من بيده ملكوت كل شيء أنت عالم به وقادر عليه، تحصنت بالحصن الذي أسسه الله، تحصنت بالحصن الذي أسسه الله. سوره لا إله إلا الله، السور المحيط بيك. لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله، مفتاحه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من أراد ليسوء أبعده الله، من أراد ليسوء أبعده الله. استسلم، استرخي. كل نقطة في جسمك بقوة لا إله إلا الله الآن بتتحول، الآن بتكبر، الآن بتقوى عشان تدمر كل شيء سلبي جواك. استسلم واسترخي، أنت الأقوى من كل شيء، أنت المحصن بأمره، أنت القادر على التحرر من كل شيء سلبي تربط بيك، أنت القادر على تدمير كل سحر وكل شر وكل حسد. أنت الآن أحسن، وأنت الآن أفضل، أنت الآن أقوى، وأنت الآن أعظم. عظمتك من عظمة رب العالمين، قوتك من قوته. خد نفس عميق جدا واكتم على قد ما تقدر. خرج النفس بهدوء. اللهم يا جميل الستر، إذا حاط البلاء من سدرة المنتهى، أدعوك أن تكفيني شر من أمر علي ونهى. اللهم إن جاءوني فردهم، وإن بغوا علي فهدهم، فإنك أنت الله ربي وربهم ورب الخلائق كلهم. فإنك أنت الله ربي وربهم ورب الخلائق كلهم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. خد نفس عميق، اكتم النفس على قد ما تقدر، خرج النفس بهدوء.
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. خد نفس عميق، اكتم النفس على قد ما تقدر، خرج النفس وانت بتقول الله الله. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خليك مغمض عينيك وخد نفس، خرج النفس بهدوء، بيخرج كل شيء اتفتت واتدمر من سلبيات جواك، هيخرج مع النفس الآن. خد نفس تاني عشان يخرج اكتر، خرج النفس بهدوء. هتاخد نفس تالت مرة، النفس ده هتاخده بقوة في بطنك، تكتمه اطول فترة ممكن تقدر انك تترك فيها النفس جواك، ثم وانت بتخرجه تخرجه ببطء شديد وانت متحكم فيه. ده هينظف ويطلع بكل شيء كان باقي لسه من حسد وسحر واي شر واي شيء تعبك، هيخرج الان مع اخر نفس طالع منك، وبعدها هنقول لك فتح عينيك. خد نفس تاني عميق، اكتمه على قد ما تقدر. خرج النفس بهدوء وببطء شديد. قول بسم الله الرحمن الرحيم وفتح عينيك. انت الان احسن، انت الان اقوى، انت الان محصن محصن محصن. مفيش شيء يقدر يقرب منك شر، مفيش اي شيء خايف منه هيحصل لك، لانك الان في حصن رب العالمين. الجلسه دي تقدر تنفذها كل يوم قبل نومك، تقدر لو انت بتنفذ جلسات الاستغفار من اجل الرزق والمال والصحه والذريه، تنفذ جلسه الاستغفار 3 ايام، في اليوم الرابع جلسه تحصين، ويبقى كده على طول برنامجك. لو انت بتحب تسمع جلسات الاستغفار والتحرر قبل نومك، ممكن تخلي جلسة التحصين كل يوم جمعة بالليل في وقت السهر، انك تنفذ جلسة التحصين دي. الجلسة دي تأثيرها هيظهر عليك من اول مرة، وكل ما هتسمع جلسة التحصين وتحصن اكتر، كل ما هتلاقي نفسك بقيت افضل وافضل واقوى، تقدر تواجه اي حد من النهاردة. وبعد تنفيذك الجلسة مش هتخاف من حسد، مش هتخاف من سحر، مش هتخاف من اي شيء. ممكن تحصن نفسك، بيتك، شغلك، ولادك، مالك، ممكن تحصن اي شيء بحسن الله المنيع. انت الان محصن. الان تقدر انك انت لو حابب تتواصل معنا، هتتواصل من رقم اللي ظهر على الشاشه امامك عبر واتساب، تقدر تتواصل معنا بشكل مباشر للاستشارات او لاي شيء. كمان تقدر انك تحجز من خلال الرقم ده الكورسات الخاصه اللي هي ما بتطرحش على اليوتيوب، بتوصلك على ايميلك. دي كورسات خاصه بتباع في المؤسسه، تقدر تحصل عليها. كمان تقدر تنضم للمؤسسه في اي عمل انت تحتاج اليه، او تحصل على اي من منتجات الطاقه اللي بتقدمها المؤسسه. كل التواصل هيكون على الرقم اللي ظهر على الشاشه امامك الان. ما تنساش لايك، اترك تعليقك لو حابب تعلق على شيء، شير للغير، شجع غيرك انه ينضم. عايزينه اتحاد ايجابي، مش بس قناه على اليوتيوب، اتحاد ايجابي. ادعي غيرك انه ينضم، ادعي غيرك انه يشترك. استودعكم الله، حلقات جديده جايه هكون معاكم. سواح من مؤسسه النظام الطاقي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.